لو الحكايه فيها ان في اتكلمنا عن مشاركتك في مهرجان الجونه الدوره الثالثه، اتكلمنا عن الفيلم بتاعك. فيلم هو فيلم لما بنتولد بطوله جماعيه مع فنانين كتيره جدا، اخراج تامر عزت، بيناقش قضايا مهمه. في فيلم في جزء كبير جدا موسيقي اللي انا بشارك بيه مع زميلي شريف الهواري، هو الموزع الموسيقي للفيلم، هو اللي عمل الموسيقى التصويرية. مشاركتي في مهرجان الجونة استمتعت، رحت حضرت أكتر من فيلم، كان ممتع وكنت قضيت وقت جميل وجو جميل ومكان جميل. الراجل ده جميل جدا على فكرة، زي دي مخرج كبير الوحيد اللي أقنعني أنا. شكرا جدا.